المستدامه من 47 2050، والذي يتم تنظيمه من قبل الهيئه العامه للتنميه الصناعيه وشركاء النجاح والمؤسسه التنميه وشركه شرق التعيين البشري. ويشاركني التوافد والتكوكبه هي المسؤولين وخبراء الصناعة والمطورين الصناعيين وصناع القرار من كافه الدول العالميه. واتمنى ان تساهم جلسات هذا المؤتمر في تبادل الخبرات وفتح افاق للمستثمرين من كافه الدول والاطلاع على التجربه المصريه المميزه في مجال انشاء واداره المناطق الصناعيه بنظام التطور الصناعي، لنكمل معا مسيرتنا لبناء قاعده معلومات تقوم على تبادل الخبرات والتعرف على افضل الممارسات في مجال تطوير واداره المناطق الصناعيه المستدامه، لما سيعكس ايجابيا على التنميه الاقتصاديه في كل المنطقه.